فريق العدالة والتنمية للسيدة النائبة مريم بوجمع. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الوزير، السيد الرئيس، السيد الوزير، السيدات والسادة النواب المحترمون، يشرفني أن أتقدم باسم فريق العدالة والتنمية في إطار المناقشة والتصويت على مشروع القانون رقم 1538 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة كما أحيل من مجلس المستشارين في إطار القراءة الثانية. هذه المداخلة التي سأستهلها بتنويه أعقبه بإشادة وأتبعها بثلاث ملاحظات رئيسية. تنويه أولاً بالمقاربة التشاركية التي اعتمدها وزير العدل السابق الأستاذ مصطفى الرميد في عهد الحكومة السابقة عند إعداد مشروع هذا القانون، تفعيلاً لتوصيات ميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة المتعلقة بالتنظيم القضائي والنجاعة القضائية والخريطة القضائية، مؤسسة لبناء تنظيم قضائي ناجع فعال منسجم ومتماسك سيعوض التنظيم القضائي للمملكة الذي عمر أزيد من أربعة عقود. إشادة بالأسلوب المرن والمستوعب الذي لازم السيد وزير العدل الحالي الأستاذ محمد أوجار أثناء مواكبته مناقشة مشروع هذا القانون في إطار القراءة الثانية وسعيه الحتيت لإطرائه وتجويده. أما فيما يهم الملاحظات وارتباطاً بالسياق الذي يناقش فيه هذا القانون، أولاً أن هذا المشروع الأصل فيه هو أن يجسد مدى التملك الجماعي والمشترك والسليم للمبادئ المؤطرة للتنظيم القضائي، وعلى رأسها مبدأ استقلالية السلطة القضائية كمبدأ دستوري. هذا المبدأ الجميع ملزم بالإسهام في تنزيله تنزيلاً سليماً بالشكل الذي لا تطغى فيه سلطة على الأخرى. فاستقلالية السلط وفصلها يقتضي تعاوناً وتوازناً، لا تغولها ولا أن تتحول إلى دول وإلى جزر وسط الدولة الواحدة. كما أن استقلال السلطة القضائية لا يعني أن تترفع مؤسساتها التدبيرية عن هذه المؤسسة الموقرة حضوراً ومناقشة، ولا تعني أنها فوق المراقبة. ولما كان من مبدأ فصل السلط التعاون بينها الشيء الذي يقتضي إقامة علاقات وتنسيق تحقيقاً للغايات المشتركة بينها، ووعياً منا لمتطلبات المرحلة الانتقالية لتنزيل هذه الاستقلالية، وكذلك رغبة منا في إنجاح هذه المحطة، تم الحرص من داخل هذه المؤسسة حيث تمت المصادقة على الإطار القانوني المفضي إلى استقلال السلطة القضائية إلى إقامة هيئة مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل. وحرصنا كذلك من خلال مناقشتنا لهذا المشروع تعزيز سبل هذا التعاون لخلق هذا التوازن والتنسيق من خلال إحداث لجنة بحث الصعوبات المتعلقة بسير المحكمة ولجنة التنسيق على صعيد المحاكم. كما أكدنا من خلال مناقشتنا لهذا المشروع أن التحولات العميقة التي شهدتها منظومة العدالة إثر استقلال السلطة القضائية يستدعي مواكبتها بالإجراءات التالية من خلال هذا المشروع هذا القانون. أولاً،
تحولات على مستوى كتابة الضبط من خلال إحداث وظائف وهيكلة جديدة ومسؤوليات محددة، إحداث مؤسسة الكاتب العام للمحكمة تنزيلا للتوصية 181 من الميثاق ديال إصلاح منظومة العدالة، كذلك تدقيق العلاقة بين الكاتب العام والمسؤول القضائي وتحديد كذلك الحدود ديال هذه العلاقة ونقط التماس بينها، إضافة إلى خلق التوازن بين الجهاز القضائي والجهاز الإداري، وكذلك تفعيلا لمبدأ فصل السلطات والتعاون والتوازن فيما بينها. الملاحظة الثانية هي أن هذا المشروع يكتسي دورا حيويا واستثنائيا في تحقيق الأمن القضائي ومن ثم الأمن المجتمعي وصون الحقوق والحريات وضمان ممارستها، ومنها الحقوق التي أكد عليها الدستور المغربي وعلى رأسها أولاً استقلال وتجرد القضاة، تحري النزاهة والشفافية بعيداً عن كل الضغوطات، فلا يجب أن يتحول نساء ورجال القضاء إلى أطراف في الصراع السياسي والمجتمعي، لأن القضاء كحامل الحقوق والحريات هو الملاذ الوحيد لكل صاحب حق أو مظلمة، لذلك لا يقبل أن يوظف في الصراعات وتصفية الحسابات السياسية. وكما أن الدستور متع القاضي بالاستقلالية فإنه ألزمه بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية وواجب التجرد والمبادئ الدستورية، كل لا يتجزأ. ثانياً، من بين هذه الحقوق وعلى رأس هذه الحقوق الدستورية الحق في المحاكمة العادلة وتلمسها في واقع الممارسة القضائية، وشروط المحاكمة العادلة تقتضي من بين ما تقتضي وفي حدودها الدنيا استقرار الأحكام القضائية، استقرار المراكز القانونية من خلال احترام سبقية البت وقوة الشيء المقضي به، فتعريض الأحكام القضائية النهائية لقابلية المراجعة هي إصابة في مقتل مصداقية منظومة العدالة وروحها وفلسفتها، وتهديد للأمن القضائي والمجتمعي والاقتصادي كذلك. فأي مستثمر يمكن أن يستثمر ويستقر في بلد لا ثقة في أحكامه القضائية النهائية التي قد تكون قد حسمت لصالحه. ومن شروط المحاكمة العادلة التطبيق السليم وغير المعيب والمنصف لقواعد القانون، وأن يعرض الناس أمام القضاء للوقائع التي اقترفوها، ويكون تفسير هذه الوقائع منضبط لضوابط التفسير الضيق للقاعدة الجنائية. المُلاحظة الثالثة أنه أمام ما ركمه بلدنا على المستوى القانوني والمؤسسات في مجال النهوض بالحقوق والحريات وعزمه على بناء تنظيم قضائي ناجع في خدمة المواطن، فإن الجميع مدعو بالنأي عن القضاء احتراماً للجسم القضائي واحتراماً لهيبة القضاة واحتراماً لهيبة القضاء عن كل التصرفات الفجة والغير المحسوبة العواقب التي قد تصيب أمننا القضاء وأمننا المجتمعي في مقتل، وفي الوقت الذي يجب فيه العمل على تعبئة كل الجهود وتكتيفها للتمكين لنموذج تنموي مشترك بخلفية ديمقراطية وبمقاربة حقوقية قوامه الحكامة بكل ما تقتضيه من شفافية وربط للمسؤولية بالمحاسبة. إن معاول الهدم والتيئيس والتدليس والتزييف التي تريد أن تقطع على المغرب طريقه نحو الانتقال الديمقراطي تقامر بالأمن المجتمعي
عندما تلجأ إلى هز ثقة المواطنين بالقضاء. ورغم كل ما أبديناه من ملاحظات على مشروع هذا القانون الذي اعتبرناه والتي اعتبرنا هذه الملاحظات جوهرية في إطار مناقشتنا في إطار القراءة الثانية نتيجة لطبيعة ما أفرزه واقع ممارسة استقلالية السلطة القضائية بنوعيها الواقف والجالس، ورغبة منا في تسريع إخراج تنظيم قضائي طال انتظاره والذي عمر تقريبا بين جنبات الغرفتين أكثر من 4 سنوات، وإيماننا بأن الإسراع في إخراجه وتنزيل مقتضياته قد يساهم بشكل حيوي وفعال في تعزيز الدور الحيوي الذي يلعبه القضاء في صون الحقوق والحريات وترسيخ دولة الحق والقانون. لذلك ونتيجة كذلك لكل المستجدات المهمة التي سبق وأن جاءت في كلمة السيد الوزير العدل، فإننا في فريق العدالة والتنمية سنصوت بإيجاب على مشروع هذا القانون. شكراً للسيدة النائبة.